ما انا قلت لك تعال احرق معايا بضاعة، عملت لي فيها وطني والشهامة راحت ضربة في عروقك. اه يا زيزو لو تسمع كلامي امنجهك واخليك يا اخويا تاكل الشهد. يا ستي حل على نفخنا، حل على نفخنا يا ناقصاكي. يلا يا ستي خلينا نشتغل بقى نشوف شغلنا. يا اخويا ما تنقطنا بسكتك انت، ولا انت لا بلا 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 عايز تخربها وتقعد على تلها ولا ايه؟ لما نشوف اخرتها معاكي. عايزه ايه يا اخويا؟ مش عايزه اتكلم معاك اصلا. انا جايه لك انت يا معلم عبد العزيز. ايه هتسمع كلامي؟ انا جايه عشانك مخصوص، مش جايه هاتي ورا عقرب ساعاتي. عايزين استغل ظروف الغلابه يا ام سعيد. يا اخويا احنا ما بنضربش حد على ايده، وعلى راي المثل المحتاجه غناجه. لا يا اختي، انا كلها بدق ولا جيش على الغلبان، انا مش حمل دعوه وليه. توكل على الله. يلا يا ستي، يلا يا ستي والنبي خلينا نشوف شغلنا. اتكل على الله، اتكل على الله. قلت والنبي قلت انت هتخربها وتقعد على تلها. خليكم انتوا الاثنين كده قاعدين بوسكوا في بوس بعض. اه عجبنا عجبنا. يلا سلام. مع السلامه. ايه المناظر دي؟ هو اليوم ماله النهارده؟ في ايه؟ الو يا مريم. ايه في ايه؟ ماله الواد بيرجع وسخن؟ طب طب ماشي هنروح للدكتور. حاضر حاضر جاي. تعبان؟ اه تعبان. هتقول لي ايه؟ رجع. ايه يا مريم؟ يا مريم انا عبد العزيز. اه ايه سخن؟ درجة حرارة كام؟ لا 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 ما تخافيش. طب ما تخافيش يا ست اطمني، انا هظبطه. يلا اعملي له بس كمادات لحد ما يجي لي. يلا 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 سلام. على السلامة. يلا انا هوصل في السريع وارجع لك على طول. ها مش هتاخر عليك. ماشي خد خد. ايه يا عم مش عايز يا جدع بقى تعمل لي فيها ده؟ ما تخنقني ناقصه يا يد. الله. حاضر حاضر ماشي. يلا سلام عليك. حاول ما تاخرش عشان عندي مشوار. ماشي حاضر. فرجه من عندك يا رب. يا عم زكريا انت فين؟ يا عم زكريا من الصبح. اه حنين اه رحت لها بس ده مش عشان حاجه يعني، ده انا عشان اوصل بينكم مش اكتر. لا يعني اه كنت بعتذر لها وكده. الموبايل لا ما يعني والله ما في حاجه يا عم زكريا. طب خلاص متعصب ليه؟ متعصب ليه؟ صلي على النبي. حاضر حاضر. طيب انا عندي مشوار كده قبل ما اخطفه واعدي عليه. فين انت؟ الورشه؟ ماشي ماشي يلا ما تزعلش بقى. ماشي اتفضل اتفضل اتفضل. كل مره سالتك فيها عبد العزيز عن سبب جريك ورا الفلوس ما كنتش بسمع منك جواب يريحني. يا ترى دلوقتي هتقدر تجاوبني؟ في الاول كنت بقلدك، كنت عايز ابقى زيك يابا. هدايه تخشاني وادوق شويه من طعم الشقه اللي انت دايما. وبعد ما قفشت قرش الاحلام كبرت. وبعدين احنا خلاص داخلين على زمن الجنيه، والجنيه مالوش صاحب. معاك معاك، عليك عليك. معاك حق يا ولدي. الناس بجيوحوش والقرش بيجي هو معيار الشرف والامانه والكرامه. لكن لقمتنا الفقيرة دي يا ولدي ربك بيبارك فيها قوي عشان من حلال. الشريف هيفضل طول عمره شريف، واللي جاب فلوسه من حرام هيفضل قلقان على بكرة وحاقد على الغلبان اللي عاشها بشرف وأمانة. فيك ايه يا ابني؟ تعبان يا أمه ومخنوق متسددة في وشه مش عارف اعمل ايه. مش متعود احس بالعجز. عجز؟ معاش ولا كان اللي عجزك يا ابني؟ ده احنا ياما تعبنا كتير اكتر من كده بكتير. ده احنا نحمد ربنا ونبوس ايدينا ووش وضهر. دي قعدتك وسطينا بالدنيا وما فيها يا ابني. شوف انا بقول ايه وانت بتقولي ايه. ان كان على الحمول ياما شلنا، بس كانت في الاخر بتعدي. عمرك شفت ابوك اشتكى من ضيق الحال؟ عشان كان ربنا ساترها معايا، عشان كان ماشي عادل جنب الحيط. انما انت من صغرك
بتفرك على القرش الزيادة. فاكر لما كنت صغير كان أبوك بيزعلك لما تنزل الشارع؟ كان خايف عليك، خايف لموج السوق ياخدك وتمشي شمال. بعدين أهو اتبهدلت واتهنت وكسرت، سجنت، تربيت يا أمي، ما خرجتش مسخسخ ولا بمد ايدي للناس يمين وشمال عشان يساعدوني. انا نزلت الشارع ياما عشان امشي جنب الحيط، حتى الحيط هدوم. يا ابني ما تكبرش الموضوع قوي كده وتاخده على صدرك. زنقة القرش مقدور عليها، لكن زنقة المرض ولا كنوز الدنيا تعوضك صحتك، وانت الحمد لله ربنا سترها معاك. واي حاجه بعد كده تتدبر يا ابني. تتدبر ازاي بس يا ابني؟ تتدبر ازاي؟ فلوس اتجمدت، انا حاسس ان انا نفسي اتجمدت. محدش في السوق عايز يديني بضاعه لما ياخد فلوسه على الترابيزه، هعمل ايه؟ طب ما اتكلم عمالك، ما انت ياما اديت، ودول برضو اهلك وناسك. كل حاجه هتتدبر يا ابني. انا هقوم اعمل لك كوبايه لبن سخنه تهدي اعصابك كده عشان ترم. تعالى يا مقشف يا جحف. انت لما اقول لك عايزه ايه يا فجريه يا بوز الغراب على الصبح، عايزه ايه؟ فين الفلوس اللي على الناس اللي خدوها اللي تبعك؟ ما انت عشان وش ابوك الفجري السجن على ايدك، روحي بقى خديهم من هناك، خدي فلوسك من السجن. انا يا حبيبي لا هروح ولا حاجي، انت المسؤول قدامي، وهاخد فلوسي من حبيبي عينك، ولو ما كنتش هتدفع اديني بيهم موبايلات. وانا مالي يا فجريه؟ والله ما تتنطط قدامي ما تاخدي شريحه واحده. انا مالي؟ ما ديك شايف السوق بوش ابوك الفجري اللي هنكسبه ليل ولا نهار، عمالين نبيعه بالخسائر يا بنت الفجريه. انا مالي يا مقشف بالكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت الضامن قدامي والضامن غارم. انا بوشك الفجري دي اللي عمال اكسب ليل ولا نهار، او انا مين هيدفع لي الفرج يا فجريه انت؟ الفرج؟ الفرج في الشعر يا عينيا. وبعدين يا ولا في ايه مالك؟ ما حاسس ان انت واخد فيلا في مدينتي ولا ايه؟ ده قصد يا مهبب، عارف يعني ايه قصد؟ انت مالك انت ومال سعر السوق؟ السلام، امال عايزين ابص ليه يا فجريه؟ ابص لك انت؟ ما تبصليش ليه؟ وحشه؟ وبعدين يا حبيبي عايزه اقول لك على حاجه، لولا ام سعيد هنا في شارع عبد العزيز لكنت انت يا مقشف يا معفن ولا حد من قرايبك المعفنين يقدروا يهوبوا هنا. ده انا ام سعيد على سن ورام. ربنا يبارك لك يا ام سعيد ويخليك لينا، ربنا يبارك لك يا شيخه والله. ربنا يخرب بيتك، روح يا بعيد. طب اقول لك ايه؟ ماشي، انا روح خد فلوسك من اللي انت دفعتهم لهم، روح السجن هناك وخلي الحكومه تبقى تنفعك، ورحمه ابوي ما تدفع لك قرش، ولو جيت هناك لبهدلك. اقعد هنا، تعالى لما اقول لك على حاجه. الفلوس هاخدها هاخدها، وهتجيب لي الفلوس على طول، وقسطين مش قسط واحد. انت فاكرني هفية ولا هفية؟ رحمه ابوي ما تدفع لك جنيه، واعلى مفكرة ابوك الكبير، خلي الحكومه تنفعك. نكتك واكسه يا مقشف. هي الناس يا اخويا بقت نصابه ولا ايه؟ ده ب 275 جنيه عشان خاطرك. ليه كده غالي يعني؟ ده مش غالي. طيب وده؟ ده 375 جنيه. لا انت سعرك غالي قوي. ده احنا ارخص جيتايت في السوق. طب ممكن نلف لحضرتك شويه كده وهنيجي؟ براحتك، لف براحتك انت وهي. ماشي يا ريس. بس هترجعي تاني وهتشتري برضه من عند المعلم جعوم. ماشي. صباح الخير يا بلدينا. صباح الخير. اقمر جاي على واحد اسمه شعلان. شعلان مين؟ ده مفيش حد في الشارع ده تمن لا شعلان ولا جعران. اكيد انت غلطان في العنوان.